سيد اهو. كبير اكبر تاريخي. الحمد لله كانت دوره انا شايف انها الى درجه كبيره جدا، كانت دوره ناجحه، فان شاء الله نحقق فيها الكثير. وانا بشكر كل من ساهم في هذه الدوره وساهم في انجاح هذه الدوره، واولهم الجمهور اللي تواجد بشكل كبير جدا، جمهور الطلبه اللي متواجدين اللي احنا عملنا لهم تسهيلات عشان يتواجدوا معانا. فانا سعيد بهذه الدوره وان شاء الله تبقى فاتحة ومقدمة لدورات جاية مستقبلية فيها نفس الزخم وفيها نفس القدرة على تقديم أفلام جيدة للمشاهدين. طبعاً ده بيدي ثقافة لما الواحد بيتفرج وبيعرف وبيشوف ايه الكومبيتيشن بتاعته، وان احنا اخذوا الفيلم بتاعنا من وسط كل الافلام دي، ده موضوع يعني فوق الخيال بالنسبة لي. واتمنى ان دايماً اقدر احضر كل المهرجانات وان انا اثقف نفسي واشوف فن واشارك بفني انا كمان. Me, the important thing in this film is we have to listen to the youth, because the youth is the future, and also there's a revolution, so we need to follow them. It's very beautiful. I'm very surprised. My expectations have been blown out of the water. The experience overall in Egypt has been beautiful. I'm so grateful to the festival for inviting me. بس